متابعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. كشفت بي ام دبليو رسميا عن سيدانها الرائدة الفئة السابعة 2020 فيس ليفت المحدثة بعد سلسلة طويلة من التسريبات والتشويقات. أعادت بي ام دبليو تصميم واجهة وخلفية الفئة السابعة، ما منحها مظهرا أكثر جرأة مستوحى من أحدث موديلات الصانعة البافارية، خاصة شبك الكلى الذي يهيمن عليها لدرجة أنه أكبر من السابق بنسبة 40%، حيث إنه عبارة عن قطعة موحدة تحيطها الزخارف مع مقدمة زاد ارتفاعها 50 مليمتر، ما يزيد هيبة الليموزين على الطريق. وفق بي ام دبليو، المصابيح الأمامية LED باتت أصغر، ما يشكل تصميما عصريا بتناقضه مع ضخامة شبك الكلى. وقد حصلت الخلفية على زخرفات كرومية أكثر، مصابيح خلفية نحيلة متصلة في بعضها عبر شريط ضوئي LED ينساب بعرض السيارة. المقصورة أصبحت أكثر هدوءاً بفضل تعزيز عزلها، كما أن المقود جديد يتميز بأزرار تحكم معدلة بوظائف أفضل. نظام المعلومات الترفيهي هو الأحدث من بي ام دبليو بشاشة لمسية 10.25 إنش، عدادات قياسات 12.3 إنش، مساعد الركن الذكي. كما يمكن الحصول على شاشات لمسية 10 إنش بالمقاعد الخلفية مع مشغل بلوراي. بالنسبة لما يقع أسفل الغطاء الأمامي، فقد أضافت بي ام دبليو محرك 4.4 لتر 8 سلندر قوة 530 حصان، في حين تأتي الهايبريد المشحونة كهربائيا بالقابس بمحرك 6 سلندر قوة 394 حصان. ما رأيك بالشكل المحدث لبي ام دبليو؟ شاركنا بالتعليق.